اليوم عزمت الشباب لعندي على البيت على الغداء. إلي ساعة وأنا عم حاول لأقول لزياد على مكان البيت وما كان يستدل. نزلت واستنيته براس الشارع. أما خليل ما شاء الله لقيته ناطط بوشي قدام باب البيت. سألته كيف وصل؟ قال لي سهلة، وطلع هالجهاز السحري من جيبته اللي بيقدر يحط فيه اسم الشارع وعالسريع بيطلع على الشاشة حتى يوصلك للقرنة اللي بدك ياها. لا ومو بس هيك، طلع إذا عندك على الموبايل في نظام GPS فيك تستفيد منها وتنزلها على الموبايل. فقلت له لخليل عالسريع تعمل لزياد داونلود لهذا البرنامج منشان ما يضيع ويضيعني، وفوقه بيخلص لي وحداتي. شو هو الجهاز اللي ما عرفيه خليل؟